التونسية في هذا اللقاء يتواصل إلى حدود منتصف الليل، توا 11:41 دقيقة. هو ما سايبش عليه، شد صحيح، راهو شد في الحلمة متاعه، كشف أوراقه اللي كانت هكا شوية مخفية بين الفرق الموسيقية وراء الأصوات التونسية. رحلته بدأت في 2015، ومن بعد بشوي بشوية السنة في 2020 قرر أنه ينتج ويقدم ويصور فيديو كليب اسمه سيب عليك، موسيقى وكلمات وهبي بالرحومة، توزيع نعيم رشيد، والديو بي الوسيم، وسيم عنيبة العاقل ذاك اللي ما تسمعش حسه في الكليب، هو المدير التصوير. تحيتنا لصديقنا وسيم عنيبة. هو حاتم ميلاد، مساء الورد يا حاتم. مساء الخير، تحياتي اختي كريمة. لاباس. وسيم عنيبة كان عاقل ساعة في التورناج ولا سمحني؟ وسيم عنيبة كان عاقل في التورناج ولا والله تبارك الله عليك. شفت صحيحة صحيح. بي تحيتنا الوسيم، تحيتنا الوهبي برحومة، كذلك النعيم، الكل الفريق، وتحية لك أنت على الشجاعة هذه في وقت ديجا صعيب، معناتها ديجا 2020 هو وحده معناتها حكاية، تجي أنت هكا تخرج وتعمل فيديو كليب واسمه سيب عليك. شنو يحكي يا حاتم؟ صحبة كل شيء، مساء الخير. يعيشك كريمة، يعيشك، انت قامة كبيرة في الميديا في تونس، وشرف كبير لي باش نتعدى معاك بالذات في إذاعتنا العريقة الوطنية التونسية. يعيشك، حشمتني برشا يا حاتم، ادخل في الموضوع. ماهوش رميل وروح. يعيشك وشرفيك، كون بليزير. يعيشك باش نتعدى معاك. شكرا يا حاتم. شنو حكايتك؟ قولي على حكاية، شو اللي خلاك تقرر هكا تخوض المغامرة هذه؟ والله هي الفكرة راهي عندها توعوان في مخي، في مخك على بحكم العباد اللي تقول لك علاش علاش لا إلى متى، كل عام كل عام سنة إلى متى، شنو إلى متى أنت مخفي إلى متى؟ لازم تقول هكا، لازم تقول هكا. دونك جيت في عام كوفيد، عام صعيب برشا كما قلت، وربي كتب الأمور هكاك، معناها جيت ببيعتها وأنا في غان كوتيت. قررت باش نعمل اغنيتي، وقلت الواحد خلي معناها يترشق مواهبه كما نقولوا. وكان الفيديو كليب اللي خيرت في موضوع الخيانه، البدايه بدات بالخيانه، علاش؟ هو موضوع سنسيبل شويه الحقيقه. شو ردود الفعل اللي جاتك لحد الان؟ قاعد تبع في التعليقات، فما معاه وفما ضد وفما أكيد. والله أنا توي لحد الآن والحمد لله التعليقات اللي عندي بس نشكرش روحي، معناها فوق 90% إيجابي، كلها ردود فعل إيجابية. إيجابية في التجربة، في أنك أنت زادة صدمت كما نقوله وحدك، وفيديو كليب وصوتك زادة مميز، معناتها مش كيكة يعني. معناتها جاي أنت خاطر أنت ديجا معناتها ما شاء الله من 2015 في سرتو مع الفرقتنا السمفونية زادة صحيتك، معناتها ذيك تجربة كبيرة برشا، تجربتك مع حسين الدوس زادة هكا ولا؟ أي بالضبط. أنا تعاملت مع ناس كبار ياسر في الميدان الفني، وتعلمت منهم برشا حاجات. مثلا شنو تعلمت؟ مثلا تعلمت ديجا أول حاجة هي اللي أهم من كل شيء، اللي هو أنت تكتشف في روحك قبل وقت اللي تطلع على السوكسين، معناها تطلع على المسرح، ولو حتى انت ورا الفنان ماكش القدام في الكورال، ما تبقى في النفس، فما كما فماش التراك، ما فماش فما حاجات، معناتها خليتك هكا تستأنس بالركح، عملت علاقة مع الركح ووليت ما عادش تخافوا بشوي بشوي. سي بون، لن اهاب الركح بعد اليوم. اي بالضبط، انا ملي انا صغير ما نخافش، كنا على ركح باش نغني حتى اوتون كو سوليست معناها وحدي، فهمتني؟ وكمل صار لي الغرام كبر معايا وقت اللي انا وليت نطلع مع قامات كبيره كيما في فنان القدير لطفي بوشناق، وامينة فاخد، حساب رباعي دايوغ، بالمناسبه حبيت نوجه لهم تحيه. ذكر كريم عمل وقت تعاود النشيد الوطني التونسي في الجم،
في الجم. أنا كنت معهم وفي الكورال وغنيت معهم وطلعت على مسرح الجم وهذا كان شرف كبير لي أنا وتقعد لي حاجة معناها بصمة في في حياتي اللي أنا عودت وشاركت في في أهم نشيد اللي هو النشيد الوطني التونسي بالفعل. هذيك محطة مهمة في حياتك هذيك. أكيد أكيد. في قسم فنية ومع محمد بوسليمة وجو سبيسيال زيادة قصر الجم وحده كالضو والليل وكالحكيت الكل. آي آي آي. حسيت روحك دخلت التاريخ في 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 مكان تاريخي معناتها. بس ما تقول بالضبط هذا هو الإحساس معناها ليلي هو فخر كبير وتقعد لك بصمة معناها مزينة برشة في حياتك تحكيها حتى لصغارك نهار آخر معناها حاجة كبيرة كبيرة برشة. أنا فهما الذات هذيك أكثر الذات اللي ماركتك في فوالا دونك سيب عليك أنت أنت كنت من قبل الفكرة تخامرك وفي مخك أنك أنت باش يجيك نهار وباش تنطلق وحدك. اسكو الانطلاقة كانت من الأول بالنوعية هذه من الأغنية بالإطار هذا وإلا قررت أنك تنطلق والبحثت على شكون يحتوي الانطلاقة متاعك ويحتويك أنت بكلك؟ شوف أنا باش نبدأ معك صريح كريمة. أنا من الأول كنت نخمم باش نبدأ نعرف بروحي بشوية من الأول شوية بشوية واحدة واحدة نعمل كافر متاع شوية انترنت شوية يوتيوب وكل المشاهدات والجو ذاك الكل بالضبط احنا تو في عصر الآلات والديجيتال وتشوف معاها وانا مانيش مواكب بالكدا بالكدا الشيء هذايا وبديت نركز معاه كي جيت نخمم قلت يلزمني معناها قررت اثناء في وضع صحيح وهناك تشوف تظهر لي وقت اللي طويله القاعده فمك وقفه التامل جات بطبيعتها قاعده التامل لحظه التامل هذيك في البريود نتاع الكونفينمون وقت عملنا زاد سجلنا النشيد الوطني التونسي زاد كيف كيف مع محمد الاسود ولا كل واحد من داره فهمتني عملنا فيديو كليب ذهبت فيه برشا ناس اللي تعاملت معاهم دونك من وقت بديت نخمم قلت انا علاش ما نعملش معناها قلت نرجع وسي معناها باش نعمل حاجتي سي بديت نخمم وقيت اي وقيت كان دونك بديت نخمم من الاول تحيه دايوغ لوحدي برحومه نعيم رشيد كي قعدنا مع بعضنا وحكينا في الموضوع وعلى اساس باش نعملوا كابر مع بعضنا هما اقترحوا عليا قالوا لي انت معناها فنان كونفيرمي علاش تعمل في لي كافر علاش ما تبداش ديريكتومون باغنيتك انا عجبتني الفكره مشينا في التمشي هذاك عملنا كما نقولوا الريشيرش نتاعنا اسكو الغناء اسكو هي بما انه وهبي في الكلمات والموسيقى وكل اسكو كانت عنده جاهزه الغناء ويبحث لها على الصوت والا عمل حاجه بذمتك انت هي الغناية كانت الحقيقة جاهزة عنده واضح ومش هي كهو هو عنده عنده برشا دوك ميسالوش اللي انت تعمل كفر وهبي تحية الوهبي تحية الوهبي يعجبني في الذكاء نتاعو اي دوك قالك فك عليك من الكفر يجي هاو يزمك وحدك انت هكا تنطلق وقع احتوائك يا حاتم اي طيحني في الفخ اما فخ حلو 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 اي حلو بالضبط الاغنيه هي اللي اختارتني مش انا اختارتها هو حب على اغنيه اخرى الحقيقه انا قلت له هذه هي هذه هي شنو الاغنيه الاخرى شنو الاغنيه الاخرى نحب الديتاي انا شنو الاغنيه الاخرى اللي حبيتها انت والله نسيتهم نسيتها حبيتها ونسيتها يا خويا مسهل النسيان عندك هي اللي خدمتها هي اللي حبيتها هي اللي خدمتها اللي حبيتها شديت فيها كبشت فيها بالضبط واضح حبيبي نموت ونحيا في هذه ما سيبتش عليك ما شديت السيف بي تري بيان زيد احكي لي بديتو سجلنا الأغنية عملنا معناها ريشيرش بها عليها سي اتيدي حتى ولا حتى بارابول الكليب الكليب راهو خدمنا عليه بالكدا على مش فما شويه كلام هكا مغاربي شويه فيها بحال الديسك المجروح اي معناتها كلي ناوي على انها تمشي زاده وتوصل للاشقاء جيراننا والخاوه نتاعنا بالضبط بالضبط انا للحظه هذه عندي دي ميساج يجوني من الجزائر الشقيقه ومن ليبيا وفي عباد حتى شافتها وبعثوا لي دي ميساج بريفي وحكوا عليها الكلمة نتاعها سلس اللي هو نتاع كل يوم تمس العبد ديريكتومون اي سيتو لو
هو الموضوع اللي تناولناه اللي موضوع حساس شويه اللي هو الخيانه. الخيانه لازم تكون عند الراجل كما عند المراه. اي انت طلعتها عند المراه؟ طلعتها عند المراه صحيح، اما بفاسون جديده، نظره اخرى، رؤيه اخرى. معناها احنا تو كي نحكيو على الخيانه نحكيو على دراما وحزن وكي والنياح والاغنيه تلقى حزينه جينيرالمون. هذايا هو سيتي معناها لو ديل، معناها سيتي سامحني على نحكي بالفرنسيه برشا. هذايا هو كان الذهان اللي احنا راهنا على اغنيه لازمها تكون حزينه، اما خرجناها في حاله نتاع فرحه. كلام حزين اما هي والريتم نتاعها ديجا اي هذاك عليه الريتم نتاعها والاداء كله فرحه، حتى الكليب معناها رقص جو الدنيا كل الالوان. ما فماش تناقض هذا، كيفاش تفسر الحكايه هذه؟ ماهوش تناقض خاطر بوغ لا سامبل غيزون اختي الكريمه اللي هي كي نقول انا سيب عليك تكشفت وتكشفت اوراقك الله يهديك نحمد ربي على بعضك. انا في الكليب من الاول نصور الخيانه، انت في الانترو باش توري الخيانه اي داخل الدار وكل بعد اي بالضبط. من بعد تدخل تغني وتقول انت عملت ترانزيسيون مشيت لزمن اخر بعد الخيانه وبديت تتغني وتحكي اللي انت تحمد ربي على الابعاد وعملتي بعمالك وشمتي فيا العاده وما عاد نرشفها لك. دونك انت فرحانه انت بعدت عليها، انت توا تغني وفرحان اللي انت سي بون ربي ربي انقذك كما نقولوا. باهي في الكلام يا حتم مثلا كلمه ترشف هالك، الكلمه ما تناقشتوش فيها اسكو تجي ما تجيش، مستحبه مش مستحبه، ما تعملتوا هكا حكايات وقفتوا عند عبارات بعينها والا اللي عطاهولك وهبي ما ناقشتوش فيها؟ الحقيقه لا، الحقيقه ما تناقشناش الكلام، الكلام كما هو مشينا فيه وانا الكلام عجبني الحقيقه. وخاطر هو من اليومي نتاعنا من الكوتيديان. لا الكوتيديان كان يجي للغنيات مشكله راه. لا اكيد مش كل كوتيديان كوتيديان راهو باش نبداو واضحين. اكيد اكيد فما كلام احنا توا في تونس ديجا والجزائر فما كلام احنا عندنا عادي وعند الجزائريه تلقاه كلمه خايبه. اي اي عيبه كيما احنا في نفس في تونس بيدها في الجهات يختلف عادي ذاك ثراء وحكايته كل، اما نحكي انا حتى معناتها الكلام عجبك مسك دونك مشيتوا للتنفيذ وكل. قداش قعدتوا تصوروا نهار نهارين؟ تصور نهار والله نهارين كل نهارين انتاج سخيم ما تلموش في نهار هالنهارين شيء ما اون فيت احنا خاطر سجلنا صورنا في برشا ديكورات. اي 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 وهبي عينه كبيره زاده في اي ما هو في البرود زاده في الانتاج هو اكيد اي معايا معايا زاد هو الريزاتور صحيح ومشيت في التمشي نتاعو على الاخر اكيد فما يحب فما جمال ويحب زاد هو الكليب بده يكون في مستوى معين نتاع اللي يقدر ينافس زاد فهمت بالضبط اكيد بالضبط. انت توا حاتم احنا بدينا نقربوا من نهايه الموعد مع الساده المستمعين. انت جاك ردود فعل على الاغنيه وبرشا متزاير وليبيا وصلت للشبيبه وكل، وردود الفعل نتاعك انت فانزيتك 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 احكي لي بدا يقوى شيء ولا شوي شوي المعجبين والمعجبات بالصفحات نتاعك على السوشيال ميديا وكل؟ والله صحيح والله الحقيقه انا توا الصفحه نتاعي الرسميه اللي هي حاف الميلاد على الفيسبوك وعلى الانستغرام فيها تفاعل توا اكيد اكيد وقاعده تكبر كل يوم وحتى نسب المشاهده قاعده تكبر معاها. ممتاز. الاغنيه قاعده توصل للعباد والحمد لله. رؤيتك حاتم دي سي خمس سنين من توا خمس سنين القديم وين ناوي تكون؟ شو باش تعمل؟ عامل بروجرام ولا كيكا تعيش نهار بنهاره؟ لا لا انا قتلتني باكيد يا حاتم قتلت. اعطيني بعد خمس سنين وين باش تكون؟ خلينا نرجع لك كان ربي عطانا طولة العمر ندخلك في الاجندا نتاعي دون 5 ans حاتم ميلاد وينك؟ والله كان سهل علينا ربي عطانا الوقت الطيب ان شاء الله بعد خمس سنين كان عشنا نشوف روحي على مسرح من المسارح الكبار في تونس ونعمل في مهرجانات. هذا معناها طموحي انا ديجا توا شكون سالني في بلزا قال لي شنو انت تو عملت؟ قلت له انا ما وصلتش حتى ال 10% من اللي نحلم به. لا ما زلت ما زلت ما عملت شيء ما زلت ما زلت اي 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 واحنا نحمد ربي اللي الخطوه الاولى مدروسه باهيه ونتائجها ايجابيه. بالضبط بالضبط بالفعل ما يخليك كان انت تقدم وتجي تعطي ما عندك اما خمس سنين تكون في المسارح التونسيه والبرة زاد خاطر
خمس سنين وملت ما حلقتش راهو برشا. فوالا دونك يعيشك يا حاتم، تربي انتاج كبير ان شاء الله. ان شاء الله مازال انا جديد ديجا ان شاء الله تكون غنيه مغربيه زاد في ان شاء الله على قريب نستثمر حاجه جديده في ستيل مزيان زاد وحاجه هكا فيها فرحه المره هذه والمره هذه نتغناو بالمره. كيفاش كيفاش حاتم سامحني تسمع فيا؟ لا توا عاود اخر كلمه قلتها قبل ما تضحك شنيا. قلت لك ان شاء الله على قريب باش نتغناو بالمره. ان شاء الله تغفر لك اللي عملته في الكليب الاولاني. نقطه اخيره خاطر باش نعديو الغنايه ما كانش باش تتظلم. راهو انا الموضوع نتاع الغنايه راهو موضوع حساسي تونس ولا غالب احنا في كل مناطق العالم وفي كل مناطق. انا ما نشجعش الناس لا على طلاق فانا ابغى الحلال والطلاق وننصح كل كوب اللي يوسع باله مع بعضه مع بعضه وقدرة ربي لاباس. واضح. شكرا ليك يا حاتم. شكرا حاتم ميلاد سيب عليك جديده اللي باش نسمعوه توا يوصلنا حتى الموجز نصف الليل. اجمل تحيه كريمه وسليتي أيمن التنفوري في الهندسة الصوتية، كريم المد باش يواصل اللقاء معاكم في بعد عنا عز الدين بن محمود باش يكون حاضر بعد نشرة نصف الليل في سكون الليل. باش نقول في سايب عليك سايب عليك شنسمعوها توا. حسام الدين الهمامي شكرا من القلب. حميد الورغي اتصالات الدولية على راسي يا غالية. واضح شكرا قلتها غالية في قلبك هذيك هي خبية. شفت كيفاش نعرف ندخل انا للاغوار متاع القلوب نعرف لواعج النفس. سي كريم مدب ستواصل مع عز الدين بن محمود بعد شوية. باي باي. الله يهديكم الكل كما قالت في الاغنية وتبقاو ديما معنا في الاستماع للاذاعة الوطنية التونسية. هذا حاتم ميلادك كيتا نسمعها كاملة ما نظلموهش الاغنية في حساس اخرى. باي باي. حارد دسك المجروح.